على عشو يسدس أبواب الريا على عشو يسدس أبواب الريا صفات خلاص الحالة يا رب الريا عشل عمر بالدير وفرحنا بعدين عشل عمر بالدير وفرحنا بعدين أهو نحن منتظرين من هنا بدأت الحكاية، حكاية صعبة، قنبلة إنسانية فنية تفجرت في زمان كان يحتاج للصوت منصف الزائقة السودانية. إنصاف الحياة أيضا هو ما نبحث عنه كمقابل في تجارة بدل. سنبيعكم القصة مقابل أن تعلموا أننا أعطيناكم إنصاف الإنسان الفنان، بينما نبحث عن إنصاف آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أرضنا طبح يا ولد. السلام عليكم. كيف الأخبار؟ كيف الأمور؟ كيفك وحسن؟ الله يبارك فيك، الله يخليك. كيف تمام؟ هيا منين؟ شريفة. أخبارك تمام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كيف أخبارك؟ يعطيك العافية، كيف الصحة؟ بسم الله. السلام عليكم. حيود الكاميرا الحصحيصة. جينا مع انصاف ورجعنا لنقطة البدايات. أنا مخصوص خطيت انصاف بين قوسين، بين أخوتها الكبيرة سلمى خميس وبين أخوتها إجلال، يعني خطيت انصاف بين أخوات الكبار عشان ما تحاول تزوق كده ولا كده. كده انصاف بداية طفولتك، يعني احكي لي عن طفولتك. وفي انت قاعده من غوسين، يعني ما في طريقه انك تقومي تفكي كده ولا كده؟ طفولتي صغيره صغيره ولا بعد كنت شقيه؟ أيوة يعني شقية. كنت هاديه راسيه؟ لا ما هاديه، شقيه شديد يعني. ها في زول بيقول لي نفسه شقي انت كمان يا احمد. المدرسه كيف انصاف؟ تتذكري شنو المدرسه؟ يعني المدرسه دي تتذكري منها؟ اصلا انا ما بلح كنت القصايد. كنت بتلحن القصايد في المدرسه؟ في المدرسه من زمان يعني. لحنت شنو كده؟ بتتذكر لحنت شنو؟ كده ذكرين حاجة كده لحنت دي جاية الغطة. أتذكر هي أتذكر شنو يا أحمد؟ كلام دوين ما بذكر الله أخواننا لحنة كده أيام المدرسة دي. ما بذكر لهم قصة كده تحكوا لنا عن الصادق المدرسة؟ لا 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 هاي دي الكبار قالوا معاي دي اللي تذكروا لك. هاي ما هم يتذكروا لك لأنه أكبر مني. لا ما أكبر مني، في تاني إقبال الغونة حمال قراية. موهبتها في الفن كانت أكبر على الدراسة حقتها. أيوة أيوة. يعني الرغبة في الدراسة كانت ضئيلة، لكن الفن رغبته فيه كبيرة كانت. بالمناسبة يا جلال التزادي قالوا بتغني، الكلام ده صحيح؟ أنا سمعنا كلام كده، قالوا جلال التزادي غناها صوتها، قالوا لو جاد الخرطوم ذاته وقعد يستغرق ده بقت فنان الصاف دي. شوف لها حته ثانيه، الكلام ده صحيح؟ ما على قدر كده، بس في ناس الحين هنا قاعد اغني. لا انت ما قاعد تغني ولا ما قدرت تغني عشان الصاف؟ ما قاعد اغني عشان ما تكوني منافسه ليه. ايوه والله اقول لك انا كلامي يا حبيبي، يا دي تغني، لكن احنا ذاته انا دي ذات الصاف دي مش هسي بغني محترضه على غنى، انا ما كذب عليك. ليه؟ لا 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 ما كفايه خلاص، انا اقول شنو ثاني ما ينفع. كده الحله طيب، كده احكوا لي عن الحله يا اخوان. حله احكوا عن الحله بتاع احكوا لي عن الحله دي. طيبين ظريفين جمالين وبيدلين، انه هذول موجودين معانا يعني ما فاتونا من قلت انتوا جايين الصباح، الناس دي قاعد مستنياكم. صف اقول لك شنو، والله الحله دي انا كان قلت لك من السنه الجايه اقدر اوفي حالنا. ايه قولي لي برضه. اول حاجه انا متلومه معاهم هون، ما قاعد اجي والله، دي اول حاجه بكيات كثيره ما جيت. لكن لظروف التوازن عارفيننا هون ذاته، نكونوا عارفيننا وللحاجات الكثيره الحاصله دي. انت لما قلت لي الحصحيصه قلت لك شنو؟ قلت لك صعب، انا في حاجات كثيره ما مشيت لها، لكن في النهايه طبعا هنا اهلي باي شكل بيتقبلوني يعني. اكتسبتي منهم شنو انصاف؟ شلتي من الحله دي ومن الاهل شنو؟ عفوية التعامل كله شلته منهم، من ليل الكبار اللي هسه انت شايفهم قاعدين دي. وطبعا الكلام دي زمان يا جماعه ما كانت كده، هسه ما شفت البونه والحاجه اتغيرت كده. احنا كده ده بيت اجلال كده هناك كدا. كان نزعم جميل جدي البدوي هناك لجدي يوسف جاي عليكم. في ناس ستايا نزعم محمد، ناس عم مصطفى هذا قاعد، في ناس عم بشير الله يرحمه عم البشير، في بهناك ناس على الشعوط، ناس عم فاطمة، ناس الرباب، ناس ديلك كانوا كده. تجي جاي هنا ما الناس ما كانوا كتار، هسه الكلام ده ما في. في ناس عم محمد بيجاي، وناس عم ضفاء الله،
وناس جدي يوسف ناس حسن العادي حسن العادي بيجت كمان البيوت دي جديدة والله هنا هذا هنا كان في ناس حق الساتر الله يرحمه وناس السليك وناس خالت إسرائيل دي الله يجزاها العافية وناس كتامي الله يرحمه تاني ما في زول هسه نازل لما نقول لك لا لا الله كانوا شوية الناس هسه قلت لي هسه قلت لي سامي الناس وحافظة هسه نازل لما نقول لك إن الحفلة هنا بتجي قاعد تجي تغني لهم أنا أقول لك مشاغل والجري ما صعب عليك آخر حفلة غنيتها متى طيب هنا؟ هنا؟ آخر حفلة غنيتها في الحلة دي متى؟ تتذكري يعني جيتي آخر مرة هنا؟ ما بتذكر اسمه الطيب ودع الله يرحمه الله يرحمه يا تدمات ولقيت البك الله يرحمه جعل المسوى والجنة يا رب ليه هنا في ود الكامل هو قاصر لك إن شاء الله والله يرد دار عمله كتير لكن بس خلي مشاكل دي كده لما تصبر دي ما بلدي بالضبط معلش يعني ما قاعد يطلبوها أيوة. ما بقولوا ده أيوة. ما قاعدين يدقوا ما قاعدين ليه لكن السؤال ده أسأله ليه ما قاعدين يقولوا عايزينه ما قاعدين ما عارفين رقمية جاريتي كمان والله ما قاعد عذر لانه بيحبونا انا ما خلاص في النهايه هذه نقول له عذر ما تلاقي الليل وعذر وانا لاقي يعني زي ما انصاف تعودنا على أيوة والله قاعد تلقى العذر للناس كلها أيوة. وهي بالتاكيد جايه من بيئه يعني هي تشربت الحاجه دي من البيئه بتاعتها اكيد طبعا والله تقوم برضه بلاقي لها العذور ولاقي لها انا دار زول يلبس ثوب ومره او راجل يلبس جلابيه تمشي لها في بيته اقول لها عندي الحفله الفلانيه لكن انت ما بيعملوها يعني بتقولها زي الليله وبكره العريس تجي كيف وهي مرتبطه انت عارف يا استاذ طيب احكوا لي من المواقف الطريفه يا سلمى انصاف زمان عنده موقف طريف والله كان بيبيع المويه بالبرميل وكده وين ده هنا في الله قامت فنانه والله ده طريف على ما خليها بس انا حتى دي قاعد لي نكته يا انصاف انا حتى دي بقول شنت الكلام شنت السعيد كده احكي لي عليك الله احكي لي قصتي ما صرحت بيك في الجريده لا ما ما طريف يعني حاجه حصلت يعني حاجه طريفه والله يا سيله عاين 24 ساعه بتضحك فينا عشان كده يعني وقتنا معاه كله طرايف طيب انتوا هسه انتوا صاف معاكم وهسه في نصكم كاخوات الكبار يعني لو قلت لكم يا اخي قدموا لي اي واحد فيكم تقدم لها نصيحه ممكن انت تقدم لها شنو سلمى نصيحه نصيحه خلي الفن خلي الفن عديل يا حليل لما نجبل يا حليل وراح واختفى مكان الخطر يا حليل راح الحنان ناس تعدهم بالنفر يا حليل راح الحنان ناس تعدهم بالنفر في النهاية نعمل شنو نرضى بحكم الغادر أراح الحنان والوفا يا خزاتو أراح الحنان والوفا اتغير الحبات أهي الناس اللي نعرفها أهم يا عندي ذاتنا الناس من وسط الناس الطيبة ومن وسط تلك البيئة الجزيرة دخلت إنصاف لمرحلة من التوهج والتتويج كنداكة وملك الأغنية بتعتبر جزء من يوم السودانيين وركن مهم من ثقافتنا جات الخرطوم قابلت وتعرفت واجتمعت واحتكت بوسط ضخم من الفنانين حصدت منه اللي حنسمعه بعد شوية الأسبوع الأول ليك في الخرطوم ما أسبوع أنت قول من أول يوم أنا جيت في الخرطوم بتذكروا لي أول من أنا جيت عندنا صاحبات مرشا الله يرحمه على المسواة الجنة اتصلت عليها قلت لها انا دايره شقه في الصافيه المهم قالت لي ام درمان وكده قلت لها بس تحديدا يعني الصافيه شويه
هادية، شقق مقفلة، أولادي شوية كانوا صغار. أجرنا الشقة، لما جينا لبتاع الشقة ناس وغاز ديل، قام قال فنانين ما بأجر لهم، فنانين مزعجين وسمعتهم وكذا وهنان. مهم يعني في البداية قلت له لا لا والله أنا ما عندي إزعاج وما عندي حاجة، يعني أنا دابي جيت فما عندي حاجة، حتى الناس ما بكونوا عارفيني عشان أجي، أو التقاصد بروفات وجوطة زي دي أنا ما عندي. المهم قعدنا الشهر الأول والثاني والثالث، يعني ناس عاشرنا والناس طيبين وهم ذاتهم عاشرونا وخشوا علينا، عرفوا إنه يعني بيقول لي أنت انصاف فريق من الناس، يعني أنت متأكد إنك أنت بتغني؟ آه كنت كده يعني مشهورة زي هسه. أيوة. ما كنت ما كان في نجومية كبيرة زي. أيوة قلت له والله نحن كده، احنا يمكن عشان روايتنا في الريف وكده بتختلف من رواية المدن طبعا. قعدنا معاهم سنة كاملة، خشوا علينا ودخلنا عليهم. بعرف إحسان عبد الله دي كانت مذيعة لو سمحت بها. المهم بتونس كده قامت قالت لي انصاف يا أخي، أنت صوت جميل وليه ما قدمت نفسك للغنوات؟ قلت والله أنا ما بعرف زول وما ما ما بقدر أفرض نفسي على زول، يعني إنه مثلا أمشي غنى، ما في فنان بيمشي غنى يقول له أنا طبعا زول بغني وزول مشهور وكده. أنا شوف يا أحمد، عملت جات في جريح ده من 2000، يمكن الناس بتعرف انصاف لكن يعني ما شافت. أنا الكلام ده قلته كثير. المهم مشينا بيت ناس إحسان ونادوا أستاذ الشفيع وغنيت له، سمع الصوت قالوا خلاص في سهرة بتعد له كسر غني فيها أنا وحنان ومع الله. غنيت ليش شنو تذكرين؟ والله ما بتذكر غنية، ما عارفة غنيت ليه شنو، غايت من الغنى الكلام ما طول. عملنا السهرة، من السهرة دي بدت نجومية إنصاف نضال، يعني الفضل يرجع لإحسان ولأستاذ الشفيع عبد العزيز. طيب الخرطوم هل لما جيتي لقيتيها بنفس يعني الحاجة اللي بتسمعيها عنها، المعلومات اللي عندك أصلاً يعني التراكمية عنها، هل لقيتي الحاجة دي زي ما هي ولا اصطدمتي بحاجة ثانية؟ خرطوم دي المفروض أنا أجيها من 2000 و لا من 96. جاني عبد الرحمن قرقور ده برضو نسيت والله، قال لي إنصاف مد الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. المهم سمعوا صوتي في هو معاه والقلة عبد الحفيظ في السعودية، كان عندنا زول كده اسمه الفقر يا أخونا اتزوج، وأنا غنيت له في الشرايط بتاعت الكاسيت دي. سمعوا الشرايط هناك، القلة ده جاني لحد البيت، وعبد الرحمن قرقوري ده جاني برضو قال لي إنصاف يا أخي، قال لك تجي محمود علي دارك تجي الخرطوم وتسجل الشرايط وكده. خفت من حتة الخرطوم دي فهمتها، يعني قلت له انا عندي اخوي الله يرحمه الهسه صبري ده وعندنا هنا، لكن ما بقدر اجيب اولادي وي الخرطوم اجي استغير دي صعبه شويه. يعني كان وعدي دي عمره 2، ولدي يا دام عمره 4 شهور، قلت له ما بقدر. حتى ابونا كان احترض والله في البدايه، شوف يعني سبحان الله من 96 تجي 2007 كثيره زمن، يمكن انا وجيت من الزمن ذاك كان قدرت ذات الخرطوم دي عشت فيها، بكون عرفت فيها حاجات كثيره. يعني انا جيت بس بعفويه البلد هناك الطيبه والحاجات، اتعامل مع الناس بحسنيه وبعفويه وبطبيعتي وكده. هل انصاف في الوقت ذاك وانصاف هسه التغيير اللي حصل فيها شنو؟ انا غايته شايفه نفسي ما تغيرتها، يعني ما تغيرت طوال السنوات دي، يعني مما جيتي من الريف جيتي انصاف بصفات يعني معينه بصفاتي وبحاجاتي. هل لحد هسه كل الحاجات دي موجوده؟ نفسها ما فيش تغير كله يا انصاف. طيب يعني انصاف في جيتك اول ايام طبعا بتكوني يعني عانيت والله السنه دي كامله عانيت فيها، فقدتي الاهل والاصحاب والحله والبيئه. أيوة والحياه. أيوة. عوضك منو؟ الناس الوقت ذاك اللي احتووك وعوضوك؟ اصلا انا جيت يعني امنا الله يرحمها كانت توفت، جبت معايا اخواتي ومحمد اخوي، فسبحان الله كده يعني حسيت بانه انا بس قاعده لسه في الحصحيصه وفي الريف زي ما انت قلت هسه. يعني ما 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 فقدت الناس كثير، يعني اخواتين دول نفسي محنتي قاعدين. المهم نحن كده كلنا زي ما بيقولوا نونس بعض ونضحك مع بعض. انسانه انا تعرفت بها من خلال اختنا احسان بالتلفزيون، ذكرت لي بانه في واحده من بنات مدني عندها صوت جميل فتجي تسمع ببيتنا، وفعلا بعد التقى بها مرة ومرتين وثلاث مرات مشيت بيتهم في الثورة، وجات إنصافه مع بنات وغنوا بالدلوكة. يعني أنا من الوقت ذاك حسيت
بأنه هي إنسانة ممكن تحقق نجاحات. أنا لقيتها أول مرة لكن حسيت بإلفة تجاهها، يعني طريقة كلامها وعفويتها وتلقائيتها زولة كده بتبلد. يعني في الدلوكة خطفت النجومية بحاجتين: الأداء على الدلوكة نفسها وطريقة الإيقاع، والصوت العفوي التلقائي الابتسامة العادية. المسائل دي يعني تحس بها إنها هي زولة ما أقدر أقول بسيطة لكن إنسانيتها يعني بتغلف كل الأشياء الحولها. يعني أنا صافي عرفتها في الدلوكة، اشتغلتها مع الدلوكة، وفي الدلوكة ديك سميتها ملكة الدلوكة. دي كان أول مرة أشوفها، زولة صادقة شديد ومن جوا جميلة وموضوعية كده، يعني هي ما بتعرف تكذب، يعني مثلا كلام ما بتعرف تغلفه لك بورك سلفانة وكده. أي حاجة تقولها بتقولها لك في وشك، ما عندها يعني خيار وفقوس، وما عندها كذب ورياء ووشين وكده. لما تعرفها بتعرف إنه صوتها عالي وكلامه واضح وقلبها أبيض. هي زولة أصلا لو رادتك بتطور علاقتها بك، صادقة شديد، يعني هي علاقتها بينها قوية حتى بين ناس بيتنا. وبعدين أمي بتريد شديد وهي بتريد أمي، يعني وعندها علاقة معانا غير كبيرة كده. هنا عشان بيتنا فيه الخلوة دي حتى تدخل جوا، يعني هي متاح لها إنها تجيب الدلوكة وتغني. أنا عايز أتكلم عن كنداكا من كنداكات السودان. فا إنصاف مدني، زولة غنية عن التعريف وحبيبة الشعب السوداني كله. وأفتكر أي بيت في السودان فيه صوت إنصاف، لو ما في تلفون في العربية، لو ما في العربية في أم بتدندن بيه، في بيت بتدندن إنصاف مشهور لا بأنها واقفة مع الناس كلهم، بتجامل الناس كلها بقلب واحد. وأفتكر في ناس كثيرين بيحفظوا لإنصاف الود. من ناس الخرطوم، الناس ال في الوقت ذاك اللي وقفوا معاك منه في جيتك؟ وقفوا معاي في جيتي، وقفوا معاي. يعني أنا من هنا بحيا حنان عبد الله، دي بقول لها حنان نوبة طبعا. محمد بخيت إن شاء الله ربنا يديه الصحة والعافية، كان عنده محل بتاع عشرطة. عصام قناوي، أمجد همزة، يعني ناس نشهوة بكري، رشا الله يرحمه، رشا محي الدين، وخد عزيزة كانت توفت بدري الله يرحمه. ديل اللي وقفوا معاي يعني ماديا ومعنويا. طيب الساحة الفنية إنصاف مدني وافدة حلوة وافدة جديدة لا في الوقت ذاك. الاستقبال كان لك كيف من الـ من الـ من الفنانين؟ من انت عارف ما استقبالك كان حافل ولا كان مؤلم؟ لا لا، من جيت السنة دي يمكن الناس ذاتها ما كانت عارفة انا استغريت. انا كنت بجي اغني هنا وبرجع. لكن انا لو قلت لك يا احمد لحد ما قعدت السنة مع ناس وغازر وطلحت من هون، ما في فنان زارني غير احمد الصادق. بس لانه انا كنت بعرف اصلا من مدني، لكن فنان كده جاء ولا يعني انصاف جات بيعرفوني، لكن ما في زول. اتحاربتي في بداياتك لما جيت الخرطوم؟ والله انا علاقتي يا احمد مع الفنانين دي ضعيفه، اكذب عليك؟ لا اتحاربتي، يعني تعرضت لحرب، موهبه جديده، صوت مختلف، حضور. الناس كانوا يعني متحاربه هذه في 11 مليون. ال 11 مليون دي حنجيها برواقه، لكن انا داعي يعني ما حصلت لي والله ما حصلت لي حاجه مع زول، ما حصلت لي مشاكل، ما كده. ممكن ما الحته دي انا ما حسيت بها غايته لانه بعيده من الناس، فهمت؟ لكن يعني كلام وكلام جرايد وكلام ناس وكده، والكلام ده يومي، لكن ما مركزه معاه كثير وشغاله بيه. الجرايد دي المهم انا جيت لي هدف. الجرايد عندك بتطلع الجرايد؟ يعني عندك اهتمام بها؟ فنون والدار دي السابتات واخبار اليوم بقرا من كثر فيهم الكلام فيني خليته سبحان الله. جيتنا بقرا بصورة عامة، لكن الجرايد دي بتهتم بالآراء، بتهتم بالنقد، يعني النقد يعني لو تم توجيه نقد الإنصاف بتستقبله بصدر رحب ولا أيوة بتتعامل معه على إنه استهداف؟ لا لا أنا بالعكس. أنا بشوف ذاته النقد ده في شنو. فممكن أنت زول يعني أنت سي أحمد تكتب عن إنصاف، كتبت عني أنت قبل كده كلام يعني ما شكرتني فيه صح؟ فأنا لقيت كلامك صح، إنه مثلا إنصاف دي زول قال حفلة وما حفلة ومشت يعني عشان زادوا لها القروش هنا ومن هنا. أنا بحاول أصحح الحتات دي. أنا ما في زول قاعد يقول والله في جريدة ما حصل يوم زول يتكلم عني كلام كامل، ما في كلام جديد.
يعني الناس كلها بتكتب كلام جميل وكلام حلو. ما حصل ما حصل نقضي كده غايته لحد ما هزاني ما في. الساحة الفنية بشكل عام نظرتك ليها هسه حاليا ونحن قاعدين في المكان ده؟ علاقات اجتماعية ولا فنية؟ يعني بشكل عام. ما يقول لك شنو، ما عندهم علاقات اجتماعية، علاقاتهم ضعيفة. ده من شنو ممكن يكون؟ والله من شنو ما عارفة. طيب كمنتوج غنائي وأصوات وغنيات؟ والله في الأصوات الجميلة، في الأصوات الذات ما لاقي النور زي ما بقوله، وفي والله أصوات ما بداعي لها لغاية تكون في الساحة الفنية. يعني يحسبون أنه فنان ما المفروض تكون فيه. أقول لك الأسماء؟ نحن ما محتاجين الأسماء، لكن يعني أنا ما محتاجين الأسماء بقدر ما محتاجين نعرف معلومات أكثر. يعني غنيتي المحروق اللي انحرق مع منتظر هلالية، المحروق من الصاف منه؟ يعني الغنية دي عبرت عنك والله يزول محروق، بس أنا غنيتها ليه؟ ما كان في شخصية معينة كده يعني أنت غنيتها؟ لا لا والله والله ما في. ما فضل محروق منك يا صاف أنت؟ هاي لما البلد دي كلها محروقة مني يا أحمد أسوش. ليه طيب محروقة منك؟ ما هو ده السؤال هنا. ليه؟ ما عارف. أنت عملت شنو للناس؟ والله ولا شيء. لسانك سبحان الله ما قاعد أعمل ذات الناس تعامل سيء، يعني لسانك ده تعامل حلو تعامل طيب، لكن لسانك ده يجيب لك المشاكل مش؟ ما انت زول في قلبك. النازل بيحبوا الكذب، وانا والله ولا بحب الكذب ولا شيء، والله واحد زائد واحد بيساوي اثنين. فنان فنان، ما فنان ما فنان، يعني المشكله اجاملك في شنو؟ ما في حاجه بتخليني اجامل، فهم بيزعلوا من الحته دي، بيقولوا انصاف دي بتتكلم يا اخي بتكلم ساينه. هي المشكله شنو؟ انا ما قاعد اقول كلام كثير، ما في زول ذاته يسالني قال لي انصاف انت قلتي لي ايه؟ حصل غنيتي غنى المغارز؟ هل بغنوا الفنانة؟ زي شنو يعني؟ يعني فنانة عندها مشكلة مع فنانة بده يطلع لها أغنية معينة بتكشف فيها أسرار. يعني لا لا أنا يعني ما بقول لا 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 ما بقول. ورأيك في الغنى ده ذاته نوعه شنو يعني؟ لا ما حلو طبعاً وما عاجبني والله. أنا عندي يعني أصحابي بعض من الفنانين كده بغنوا ديل فبيعملوا الحركات دي يعني طوالي النبز والله بتصل عليهم بقول لهم الكلام ده عيب. الناس يعني أنت فنان، فنان ده المفروض تكون في أسلوبك في تعاملك في حاجات كثيرة، مش أشيل لك مايك يعني أنت هسه شاكلتني أو كتبت عني مقال أقوم طوالي أنبزه دي قصص فارغه ما بحب كده. لكن يعني احمد انا لو دار انوشك بكلمه زي ما بقولوا يعني في اي قبله من الغنى تديني هنا ايوه عادي اسم ضربه في الانكل ولا بقول اسم سبحان الله لازم بقول يا هنايا ويا انا ما عندي هنايا يا عادل احمد عادل باسمك انصاف لا تشربي كده شربي اشرب شنو؟ اشرب العصير دابري اي دابري اشربي انت الخسيس دوس واشتاق للهب واشتراها بقروش الوزن الثقيل تمش لي مكانا يعقدوا لك الشورى والعشمان كثير غزال ماسورة الوزن الثقيل انت الخسيس دوس أنت الخسيس دوسوم واشتاق للهبوب اشتراها بقروش الوزن الثقيل تبيت الميل في الشارع وقايل الميلي سكر مرحوم شفته قال في بالي يتحكر لقيته طاريني أنا ليا ما بيتنكر حبيبي روح وحي حياتي وأمالي الليلة مالي الليلة مالي لقيت حبيبي ملخبط ياني ولداوي ما ينيني ليك الدرويش تبقه بقيت متيم بيك حتى إن كان معايا بكون شفقان عليك بحس بروحي خطاه في بالي أصح يوم نايمة باكل بكتير لما نعنو أذو سبيح ذوقو أبيه عيوني جنو حبيته ينهر بيه معجبة بيه لأنو حبيبي يا سايا حبيبي وحلالي الليلة الليلة معلي بلاقيت حبيبي ملخبط أريد شريفة جدا ما ريت أتوى صالح
أنا أصيمي قمت والناس بتلعب في الصالح المعاي ريبنا أشرب من المالح نحن نشرب ريبنا بما الطبطبطب العجارة الجرجرة الليمون البامبايا البطاطس الخضرة والرجلة والبامية والأسود والدكوة والجزر والبجر الخس الليمون والستة الخضراء والبصل الأخضر البصل أكمل البصل الأخضر البصل أكل البصل الأخضر البصل شوف العجب الأخضر العجب أجروا 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 كلموا ما تكونوا حديثوا أخواتكم قولوا لنا العجب جاب العجر جاب الجرجير جاب الليمون جاب البنبه جاب البطاطس جاب الخضر جاب الرجة جاب البابي جاب الأسود جاب الدكوة جاب الجزر جاب البجر جاب الخص والليمون والشطة الخضراء والبصل الأخضر البصل. بالرغم من كل القبلة انصاف في الخرطوم من تغيير في مجرى الحياة وأكثر من كده، لكنها لسه البيت اللي بتترسل الدكان الحميمة الشقية الغايد لأخواتها ما بتنتظر أي مقابل عشان تقدم حاجة. انصاف في السوق قصة جديدة عن حياة بتفاصيل أقل من العادية جدا لدرجة الطيبة. السلام عليكم. كيف تمام الله يديك العافية رب الله يخليك. كيف تمام؟ أنا عثمان يعقوب محمد جزار في سوق بحري 24 سنة جزار في سوق بحري. لا ها لا بس تصوير بس اللي ما في شيء. لا انت ليه ردولك عارفها يعني ولا؟ والله علاقتي بانصاف بدني زبونة تيجي تشتري مننا يعني زي المواطنين عادي يعني بتجينا تشيل لحمة مننا وكذا. ده تواضع. ده جرسلين. تواضع. هذا اللي بيتقع. نمرة ثابتة. جون برضو تبع ثاني منه زمان قبل المشاكل. تشيل لحمة رمضان، تشيل اللحمة بتاعتها العادية. جينا في الشهر مرتين. تجي زول إنسانة عادية وزول متواضعة. إنسانة طيبة جدا، تسلم علي زول، تحترم أي زول. قدامي أنا يعني ناس مساكين يعني تشتري لهم تدفع لهم. زول رب يديها العافية إن شاء الله يا أخي. سلام كيف زول؟ تمام؟ هذا الليلة جداً هم بالبودر وبالحاجات طولت صدق الحتة دي أنا ما جيتها واتفور كان هنا يا إخواني جارة وين؟ زول متواضع أصلاً تحسسك إنه زول النجمة ولا زول إنه يعني زي السوق عادي جداً زي زي زول يعني الله أتمنى يعني ربنا في الكلال كربة بتاعتها واحد فينا كان عنده زي يقولوا إمكانيات ولا من الناس الأثرياء كنا وقفنا معاه يعني لكن برضو بنقف معاه إن شاء الله الحياة تقدر على إن شاء الله. عثمان. السلام عليكم. كيف؟ السلام عليكم. عثمان كيف؟ كيف أخبارك؟ كيف أمورك؟ يديك العافية، كيف صحتك؟ الليلة جبنا لكم. خبر. خبر. خير خبر. إزيكم يا إخوان؟ السلام عليكم. كيف الأخبار؟ ليه من دون الناس دي يعني هو الزول اللي بتشتري منه؟ ليه تحديدا عثمان يعني؟ ما بتعامل معي تعامل نجم، بتعامل منه زول ناس اخوان انا زول زبونه بيجي السوق بقعد في الكرسي ده بشتري منه يعني بيظبط لي الحال لكن برضه بنقص لي لكن ما كثير ما قاعد انقص لك كثير؟ لا طبيعي بقى بكر مواليد الكوارف شغال في جزارة بحري 18 سنة والله إنصاف دي نعمة الإنسان عارف إنها هي إنسانة خلوقة وبتناس وبتقبائل بتتعامل مع كل الناس بعفوية وبطيبة برغم إنه أنا ما قاعد أصافح ولا هي بتصافحني لكن يعني عندي معود كبير شديد جدا يعني إنصاف مدني إنسانية تطاغي على كل شيء وده بيسبب لي إحراج كثير شديد جدا مع الآخرين يعني بيفهموا إنسانية إنصاف مدني وتواضعه بالعكس لسه نحن معاكم في سوق بحري ومع انصاف مدني خليتها الملكه
رايك شنو في الاستديو المصغر ده؟ سيدي جميل. انا طبعا عندي حياتي طبيعيه، ما في شيء غريب. يمكن انت تكون يا احمد ما بتجي السوق، لكن انا ما عادي قاعد اجي السوق. يا هو سوقي يا هو سوقك. علاقتك بالسوق ذاتها يعني تكلم لنا عنها شويه، علاقتك بالسوق دي شنو يعني؟ من زمان انا اصلا من كنت في عربين ودوني كده بمشي مع ابويا السوق، فتعودت كده بحب انه اتحمل المسؤوليه، امشي اشوف الحاصل شنو في السوق، يعني ما بحب ارسل زول فيه انت بمشي مراي انا ذاتها اشوف الحاجات وبحاجج ويش، لكن برضه بكون بخطوا لي تكون في زياده. يا احمد بتحب تجري في حاجات الناس تخدميهم؟ ايوه. يعني مثلا لو مسكنا مثال زي السوق، يعني بتحبي تخدمي الناس مثلا تجيبي حاجات للبيت، انت تتصدي المسؤوليه للحاجه دي، بتحبي الحاجه؟ ايوه بحبها شديد كمان. ولسه ما جيت اشتريت حاجات رمضان طبعا، اصلا قاعد اجي والله السوق يا احمد من زمان. الناس برضو بتخدمك وبتجري في حاجاتك يعني صح؟ والله ما اظن، ما في زول قاعد يجري في حاجاتي انا ذاتي. لا ما اظن ولا متاكد؟ لا ما في قاعد امشي براي. ما في زول قاعد يجري لك في حاجاتك؟ لا. ولا حاجاتي كسوق ولا حاجه ثانيه؟ يعني بأي شيء كسوق حاجات. والله انت عارف في مشاكل الفترة اللي فاتت ما قاعد اجي، يعني بيمشوا براه الناس البيت، لكن هسه 4-5 شهور كده فرجعت يعني عادي بجي السوق زي زمان وبمشي اجي محل الخضار ده هنا عثمان، بمشي اللحمه، بمشي التوابل، بمشي محل المواد التموينيه فهمت، بعد محل الهدوم ما بمشي سبحان الله برسل بناتي. طيب انصاف رايك شو نعمل معك حركه كده ظريفه؟ يعني مثلا ده شنو؟ باذنجان اسود. باذنجان شنو؟ اسود. اي ما اسمه اسود. ها؟ بقول له اسود. ما اسود يسوي دعيته، ودي ضاربه ذات الاسود دي. كده خلينا من ضاربه. الاسود ده ما تقول لي فوائد شنو؟ لا ما فوائد شنو؟ يعني اكثر لحظه سوداء مرت بك في حياتك شنو؟ ممكن. اكثر لحظه سوداء كده مرت بك. مرت بي ما في مشاكل دي يا احمد. دي يمكن اسود لحظة أسود من الأسود دي يكون مشاكلك الأخيرة لكن أنت الأسود ده ما من برا أسود، لكن لما تفتحه من جوا أبيض صح؟ بس أنا بكون زي الأسود دي كده. أنت زي الأسود دي من برا؟ ها؟ من جوا؟ لا أنا ما سوداء لكن قصدي يعني الأسود كده. نشوف حاجة ثانية زاتة، نشوف لنا حاجة ثانية. بصلة. لا دقيقة، بندورة. نشوف لك الطماطم. طماطمة. أي طماطم. طماطم دي حمراء. نحن بنقولها بندورة. طبعا اللون الأحمر ده معروف، لون الخطر، لون الاحتراس، لون كده. اكثر لحظه خطر كانت في حياتك متين؟ اللحظه اللي سي معاك انا فيها دي. الله يزعلني. لا خطوره اللحظه اللي حصلت لي فيها دي شنو يا صاحبي؟ يا ابو علي بس يا احمد الكلام ده خلي. لا خطوره اللحظه دي شنو؟ كلام في تمام من اول حاجه. اها خطوره اللحظه دي شنو؟ مليانه ذاتها مثلا. ها؟ انت احمد ما قاعد تشتري خدار. والله يا اخي انا مره بحاول يعني. على ما تهنا العرب بيقولوا بنادوره كانت تجيب لك طماطم شويه. لا انا بحاول يعني. ستي لو خليتك مع الطبق ده بيطلع بتاع الملاح وبيطلع بتاع السلطه. بعد اعزل الخضار عادي. كويس والله. طيب انصاف نمشي لنقطه ثانيه. انصاف مدني. ليه ما انصاف الحصحيصه؟ ليه ما انصاف الحصحيصه تحديدا يعني؟ لا الحصحيصه دي طبعا ما اشوف يا احمد. الحصحيصه دي انا لما بديت فيها صعبه شويه كانت. يعني ابوي الله يرحمه كان راجل صعب، حتى تمشي اغني دي شويه. فبعد زواجنا مشيت مدني، الشغله بدت من مدني، يعني انصافي تعرفت من مدني حقيقه والله. فمدني ده حقها ما كثير. حلو ده مدني شنو انت اصلا؟ قلنا انا ابو اولادي والله. مشيت يعني لظروف الزواج مدني؟ ايوه. بعد كده بقت انصاف مدني دي ما ثابته معك، يعني معناها زواجك الاول هو السبب في اللغب بتاعك صح؟ يعني هو اللي اداك اللغب بتاعك. ايوه. زواجك في اللغب. ارتبطت زواجك الاول ده يعني كده تكلمينا عنه شويه كده. اول زواج لك ده خليني احكي لنا شويه كده عنه. التجربه دي استفدتي منها شنو؟ طلعتي منها بشنو؟ استفدت منها كثير والله. الحقيقه انا زوجت راجل اطيب راجل ربنا خلقه. زول في حاله، اول حاجه ما عنده علاقه بالوسط الفني نهائي. زول طيب. زول بيحترمني، بيغدرني، مغدر حاجاتي دي كلها. يعني انه مثلا انا اجي الساعة 1 اجي ساعتين ماسك اولاده، عنده نوكت معين بيطلعوا بيه بيمرقوا بيه ويوديهم المدارس، يجيبون الاساتذه، يعني المسؤوليه دي كلها والله شايله. الله يديه العافيه يا رب. بمناسبه العرس والكلام ده، انت صحيح عرست كم مره؟ مره واحده. ها؟ بري ما عرس مره واحده. وطيب الحكايه بتاعت العرس ابو 10 مليار ده شنو؟ احي يا ريتني كان لقيت لي ده بكون شيخ على العرس ابو 10 مليار ده. يا احمد
أسي المرة لوي عرش هاي اللي بتدفع ولا بيدفعوا ليها؟ ما نحن مستغربين ذاته وأنا أسي نحن الليلة ذاته ده دي وقت كويس عشان أنت تتكلمي وتورينا القصة دي. حكاية الشائعات دي شنو؟ هذه شائعات ما في الدين. لكن معقولة تصل شائعة عرس بعشرة مليار؟ حرام يا سايدي يا زول الدين كله 350 سوى 11 مليار سرقة لقوني طيب وجاي من الجزيرة دي وغشوني. عرس 11 مليار أكون يعني عرس كان عرس في برج الفاتح كان عرس في سلام الله تعالى بيعي. لا 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 ده كلام كثير. الشائعات عموما قاعد تدعي بك بصراحه والله في بعض الاحيان ما في حاجات انت بتكون يعني بتهبشك زي ما بيقولوا في اللحم الحي ممكن تدعيني لكن ما اي شيء بيدعيني. عارف يا احمد انا ذاتي حياتي دي يعني من قمت كده صبوره يعني زوله قويه ايماني قوي يعني اي حاجه تجي حتى انا انت عارف كلام الفيس والجرايد ودين يعني اولادي مثلا بيجوا يقول لي لا امي كاتبين كده وكده وكده اقول لهم اولادي يعني هو اكثر شيء اظن الحاجه يمكن تضايقه بقول لهم ما تشتغلوا هم ما شايفيني يعني انا قاعده معهم في وشهم هسه مرات بكتب حاجه انا بكون قاعده يعني بيجي يقول لهم سبحان الله عيني اتكتب كده مش في الجريده في الفيس يعني اكتب طبعا انت عارف الجيل ده هذا اقول لهم ما تشتغلوا بالموضوع كثير ما دام انا قاعده هنا معاكم يعني هسه حتى في قصه ايام مشاكل دي انصاف قبض او يعني في ناس عاديين بيتونسوا بيقولوا انصاف في السجن انا ما مش السجن أنا هي مشيت أكسام لكن سجن ما خشيت فهم مصرين الناس ينتصف خشيت السجن وصف يعني حتى دي والله أكذب عليك أحمد تعبت أولادي أنا ذاتي تعبتني لأنه كذب أنا قاعدة معاهم هم بيسمعوا كلام من برا في اللي يعرفوا أنه كلام شائعات ساي وكلام حقد والغمة مستهدفة جزير في النيوز الشوط الأهل منظور ما بيخاف البحاصر أدمو أغني له أيام رشو دقر الروم شراء أبو سموم ما بيخاف المحاصر أدمو البهنية ما بيتنوم ظاهر اسمك كالنجوم ما بيخاف في المحاصر أدمو جزير في النيوز الشوط الأهل منظور ما بيخاف البحاصر أدمو هذا العيشت مع عوايل وجدك بيض وحش شائل ما بيخاف البحاصر أدمو بيضرب كفك التائر مطر الجزير سميح وخائل ما بيخاف البحاصر أدمو الجزير في النيوز الشوط الأهل منظوم ما بيخاف البحاصر أدمو هذا العيشت مع عوايل وجدك بيضبح الشائل ما بيخاف البحاصر أدمو اضرب كفك التأير مطر الجزير سبيح وخائل ما بيخاف في المحاصر أدمو الجزير في النيوز الشوط الأهل منظوم ما بيخاف البحاصر أدمو أغنيت بجيب قوله كضب القلب يدنوله ما بيخاف البحاصر أدمو العادة قتيل بطوله مطر الخسيم قصير طوله ما بيخاف في المحاصر أدمو الجزير في النيوز الشوط الأهل منظوم ما بيخاف في المحاصر أدمو أغنيت بي بقوله كضب القلب يدنوله ما بيخاف في المحاصر أدمو العارة قتيل بطوله مطر الخسيم قصير طوله ما بيخاف في المحاصر أدمو الجنزير في النيوز الشوط الأهل منظوم ما بيخاف في المحاصر أدمو أنت يا فرني بجازم ولا بتجيب لي عيب ما بيخاف في المحاصر أدمو اسمك للريال فرني وانت اللي الدروس عردي ما بيخاف في المحاصر أدمو الجنزير في النيوز الشوط الأهل منظوم ما بيخاف في المحاصر أدمو انت حنينة انصاف بطبعك مش؟ كيف؟ أنا مع مربي في الريف لازم أكون حنينة طبعاً الريف ده كله حنينين كده نحن كلنا والله يا أحمد أخواتي كلهم كده إن شاء الله ربنا يدون العافية حنينين كلنا كده في بعض يعني حصل لما نطول من بعض لو شهد يعني لما نتلاقى لا نبكي مع بعض كده ساي لو في التلفون يعني في دعوات اللي في حاجات اللي هزات تعبوا معاه يعني لكن الحمد لله بمناسبة الحنية دي
الحب بيعني لك شنو؟ كثير، ما في حياة بدون حب طبعا. حبيت من جوا قلبك قبل كده؟ شديد؟ كثير طبعا. ها؟ يزول ما حب حبيت. ما ليه بتقول أبسط واطي كده؟ لا قلت لك حبيتي يا كوري. جي كده؟ لا حبيتي حبيتي منو يعني مثلا؟ ممكن نعرف الحاجة دي. حبيتي متين زادو؟ قدر عليك الله حكي لك القصة دي. زور الحبيتي شديد دمنا. والله يا أحمد طبعا الكلام ده تخيل لنا صح في الحر ده وفي السخانة في السوق ده. قايتو أنا قبل كده في جريدة قريت كلام يعني إنه أنت حبيتي قبل كده و زمان وكده و دي الله ده متين ده زمن الدراسة الله يرحمه ويجعل المسواة والجنة. الناس هو تزوج عنده أسيب أولاد وإن شاء الله ربنا يدون العافية وناس تزوجت بأولاد. لكن ده زمان 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 الطفولة زمان إذا مش حب الفريق وكده وقصص زي دي طبعا. بس أنا حب الفريق ده والله والله كانت يعني دي 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 طبعا دي أيام ما بتتنسي. أنت تتنسي شنو؟ أنا لا خليت حيطة طلبت كنت بتقلب الحيطة؟ أبوي صاحب أنت عارف سبحان الله أنا كاسر حيطة. شوف التكل بتاع أمي هنا الله يرحمه يجعل مسواه الجنة جنبه طوالي في حيطة قصيرة كده. أبوي ده نوع اللي بيقول لك جاء من المغرب. أيوه بعد المغرب ما في داعي. بيقول لهم طبعا نوير دي نوير دي بتدعب وطبعا بريدني شديد. فبيقول لهم نوير دي ما تساهل وأنا اللي بكون نوير نوير أنا اللي بكون طبعا راسي نوير دي شنو؟ نوير أنا عشان طويلة وكده. فأبوي بيقوم بيقول لي نوير يقول له نوير دي طبعا بتساهل ما بتساهل وبتدعب وهو كده بساهل. أتتن شوفي كسرت الحيطة يا أختي يقبل دي الأهل البيت اللي طبعا أنا ست الحفلة وأنا ولا البساء. اليوم يا أحمد نحن سلمى وقتي ساكنة حوشنا كبير سلمى وقتي في البداية كده فبنخش ببابا عندها راجل إن شاء الله ربنا يديه العافية يوسف ده يعني ما قريبنا لكن كده ربا مع أمي ربانا معاه. فبنجي دخلت أنا لما جدوا رجال في النص عندنا حوش كبير أبوي بيرقد به هنا قبضة هنا في النص قال لي أنا ما قلت أكون راقدة أنا وأحذرتكم نوير وين؟ نوير لا راقد وانا طبعا عندي امسك زولان البس وقفي أيوة. انا فاهم في الكلام يقول لا ولا احكي عليك الا نفرق ابوي ده لسه وهنا كده. يلا الصباح بنعمل معاه عندنا كان غنم وبقر والعربات اقبال نفتح العربيه كبود العربيه نغسل له ونكب له المويه في شنو؟ لا ده اللي بقول له شنو بتاع العربيه اللي بيكون في المويه ده؟ كربريتر نغسل اللواري. ابوي طبعا كان عرباته بتاعت طوب ورملة وخرسانة يعني أنا مشيت معه لحد الفعجبة لأن بايتور ده كده محل بتاع خرسانة. أبوي ده يتأخر نحن اللي بنمشي لنحصل ونكوس يعني ما عندنا ولد. محمد أبوي ده أصغر من البنات طبعا وصبري الله يرحمه. فبنحصل ونمشي معه وكده فهمت يعني عشنا حياة أنا غايته عشت حياة راجل كده مع أبوي. بتحني للأيام دي شديد صح؟ كيف ما بحن لها وركوب اللوري وتليب الحيطة ونفضي اللوري القصب عندنا حوش كده ابوي من اللواري احنا انا وقبالنا فضل القصر. طب لكن كنت يعني كنت شقيه جدا ما انا القصر يعني دي شقاوه غريبه جدا يعني في الحيط واللوري دي شقاوه يعني عجيبه جدا جدا لحد هسه اولادك ده اللي جبتي من فهم بيبي جنك ده جنك ده ما جبت بقى ده الله يزعلني ولا يعني ولا شويه عنده منو؟ حبه مني كنين؟ ولا لا لا ولا عنده مسكين ولا ايوه ايوه ولا ولا دي سوى شايله مني انا بقول لها جيجره طبعا اولادي ده كل زول عنده لغه السماء سما جيجرا والله حلوه كده بس يعني فهمت روحها أيوة. حلوه حنينه ايوه يعني طيبه يعني ولدي انا لو زعلت مني سهل ايوه تبكي ما بترضى تزعلني فهمت يعني وعدي ذات وعدي دي في حاله كده ما عندها شغله في زول بس اتجاه واحد هون وعدي ولا وكنين وعدي ولا وضاحة وئام كنين ما شاء الله محمود. تبارك الله اسمه محمود كنين كنين لكن طبعا نحن الناس كلها كنين بيجوا يقولوا الكنين دي شنو كريم الكنين ده شنو؟ ساي من ولدته صغير كده بس بقول لك كنين زمان ناس كنين ديل هناك في مدني فكده ناس وسامة ديل كانوا ناس حلوين وراس عزوة فمن ولدته بس تمنيت انه يبقى لي زيهم كده وغنيت له؟ كنين ايوه كيف كنين غنيت له كثير كمان قلت شنو كده اديني بس بداية الحاجة قلت شنو قلت له كنين هي اغنية بتخص الولد بتكتب إخلاص الطول الله يديها العافية لولدها إخلاص عندها ولد واحد.
فهمت لما تجيب لي الاغنيه اي زول يعني هي بتكتب الاحساس ده بتحسه في ولدها. يعني مثلا يا جناجد لي دي انا سمعتها عند جارتنا خالتي نفيسه ان شاء الله ربنا يديها العافيه والناس وفاهنا عنها. فبتغني طوالي هي قالت لي زمان عندها صاحبتها مسكينه ولدت لها تمام بتقول يا التنين جد لي يعني كده ان شاء الله تكبر لي. قمت انا اول حاجه غنيتها دي لكن انجد لي ان شاء الله تكبر لي وتبقى لا قلت ايش نقعد اقول لي غنى بيت كده صغير ده بالراحه كده لكن انجد لي ان شاء الله تكبر لي يا جناجد لي يا ولاد امنيه كده مسوق ما اقدر اغنيك تغنوا وين هلول هلول لنا سودي هلول العروس انت لهلا اقولي قول العروس انت لهلا سودي هلول لابس ثوب وراي جيال سودي هلول لابس ثوب وراي جيال اقولي قول عددين بشغل ابوس والله طيب قصر دموعها لم تتوقف، خيالها لم تبارحه إطلاقاً ضبطيات أوامر القبض والساعات البطيئة التي كانت تقضيها داخل الحراسات بينما قلبها معلق بأبنائها في الخارج. الطيبة لم تحميها من قسوة الزمن والعفوية لم تشكل لها أي مسطات ضد الزلزال الذي هز عرش الملكة. هي تفاصيل حزينة سنحاول أن نرويها بقدر كاف من المصداقية والشفافية. إنسانة زي دي لما تقوم تخش في 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 جوانب عندها علاقة بال 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 بالبيزنس بتحسك ما بتقدر تتواءم مع الحته دي، يعني لان انسانه هي عقليتها ما عقليه تجاريه، هي عقليه انسانيه. يعني اذا لقيتك انت في ورطه بتحاول تساعدك، اذا لقيتك انت يعني متضايق في اي حاجه بتحاول تقف معاك. البعد الانساني بيسيطر عليها على الجانب الاقتصادي، عشان كده هي بتحصل لها مشاكل في الجانب ده، يعني في الجانب الاقتصادي، لانه الغلبه هي غلبه انسانيه ما اقتصاديه. والزول لما يكون يخش في مجالات زي دي ويحاول يقيف مع الناس او يخش في معترك اقتصادي وهو ما جاهز له من ناحيه ذهنيه ومن ناحيه تراكميه، قطع الشك بتحول لانسان بعيد كل البعد عن الجوانب. عشان كده هي دخلت في مشاكل وفي ديون وفي اشياء كثيره جدا جدا. يعني انا افتكر انها هي حق الناس تقيف معاها. هي المشكله في انصاف انه المراه السودانيه الشهيره بتكون معرضة للضغوط أكثر من المرأة العادية، وبتكون أصلاً في عندها محكات على مستوى السمعة وعلى مستوى الإحساس وكذا. الخطورة على إنصاف هي ذاتها، يعني أنا قاعدة أحيي شجاعتها وقوتها، يعني إنه زول بعد ينتهي من الحفلة بتكون عنده 100 مشكلة، وهي ذاتها قد ما تقدر تقدم حفلة من حفلة. يعني بتتعرض إنصاف لضغوط حالياً كبيرة شديد، يعني ما يعني أكبر من احتمالي بشر، ورغم ذلك بتلقاها بتبتسم
وبتضحك وبتغني وبتشارك. يعني اسف ما نتحوى حاجات كثيره قدرت تشارك، وده حاجه مهمه احنا غير احنا نقيف معاه المفروض نعرف يعني المحك الرئيسي للمشكله دي شنو. هل هي مشكله مفتعله؟ هل مشكله حقيقيه؟ هل المشكله تطورت لاسباب مختلفه؟ يعني هل الحاجه دي يعني استهدفت انصاف شخصي؟ الحاجه دي هي مأزق من طيبتها مرت به؟ يعني احنا لازم نعرف الملابسات الرئيسيه للحصل. الحصل حصل، داري ما نبقى فنانة عظيمة زيها، ومن حقها إنها تعيش ومن حقها إنها تمارس همومتها وحياتها وفنها بأبسط البسيط. كونك تقع في مشكلة فلازم إحنا نقيف معها كقبيلة الوسط الفني، سواء كان يعني بالمبادرة دي أو حتى من غير المبادرة، فلازم تقيف معها في مشكلتها دي، ولازم تتحلها يعني. وأنا شخصيا عن نفسي ما يعني من هنا ولي قدام أنا مع إنصاف أي حد. من المهم في الوسط الفني أن يكون في هذا القدر من التضامن والتكافل في القضايا الاجتماعية تحديداً. عندي الأزرق يعني بشكل عام هي عندها شراكة مع كل الفنانين في السودان، وجودنا في هذه المبادرة هو جزء أصيل من دور الإعلام ومن دور قناة عندي الأزرق تحديداً. صف إزيك ومرحب بك مرة ثانية. كيفك يا أحمد؟ تمام؟ أخبارك؟ لا الحمد لله بنعمة. أخبارك في الفترة الأخيرة؟ جايطة والله يا أحمد. أخباري كيف؟ لكن الحمد لله تجوت وتروق وتجوت وتروق، جايته ماشي الحال زي ما بقوله. بداية الزلزال المرة بين صف مدني الضربة مثلا يعني ما حقول نجوميتها لأن نجومتك ما ضربت برغم المصايب والابتلاءات، لكن دار أعرف بداية القصة، بداية المعاناة، بداية المشكلة كانت وين؟ والله المعاناة دي في 350,000 دي بداية المعاناة. 350 ل 11 ل 12 لقول 13 يمكن 14 مليار. إذا أنا محيرة أنا أكذب عليك؟ وصلت ل 14 مليار. بداية القصة وين؟ القصة ضمان يعني أنا ضمنت زول في 350 ألف دي، فما قدرت وفرت 350 يعني كنت وفرت 100. فبقت كل زول يشيل الشيك من زول لزول من زول لزول كده، فهمتها؟ شي سكر شي عربات شي يعني كلام كثير. بيع أنا ما بيحتها يعني، أقول لك بيحتها سكر بكون كذبت عليك، أقول لك وقفت بيحتها عربية ما بيحتها. نازل بيجيبوا يصال صاف امضي بمضي بيجيبوا قروش سكر ده عليه مربو شالو حقيقي يعني ما دي انا ما عارفه لانه اصلا ما ببيع. فبشيلوا القروش منك انت يدوها لزول ثاني براهم يعني بيحلوا بعض. وكلها في النهايه في راسك انت يعني؟ كلها في النهايه في راسي. ما حاولت تقيفي ليه في وقت معين من الاوقات من اقيف؟ والله كان صعب يا احمد بنقف لانه كان في تهديد، فهمت؟ كل مره بقولوا بلاغ بلاغ بلاغ. فكنت خايفة من الحتة دي ويعني يا دوب يعني تقول إنصاف لا ثلاثة سنة أربعة سنة كده طوال يخش لي في حراسات وهنا بتبقى لي مش تعرف. أنا حفلة بدون تصديق ما بشتغل يعني القسي ما كنش دخلت لي جواز. فقصة تخش حراسة دي صعبة كانت في البداية يعني، لو فكرت كده ما كان وصلت الحتة دي طبعا. أنت خشيت السجن؟ بير يا يما سجن شن؟ حراسات حراسات للسجن ده يعمل مخش لا ما لانه يعني برضه عشان المشاهد ذاته يعرف القصه نحن دايرين ناخذ. ايوه في كلام زي ده طبعا. في ناس كثيره بيتونسوا يعني، عندي انا اولاد اخواتي بيقوموا يلاقون الاولاد يقولوا والله لقينا انصاف في السجن كذب، وانا بكون قاعده يعني ما مشيت السجن. المشكله بعد ذاك اتطورت بسفرتين بتاعت استراليا دي، طلع شيء طبعا انصاف شالت القروش وعرست يعني عرس شنو معقول يعني عرس بقروش قدر دي عرس شنو. المهم جيت اولادي قالوا لي تيجي امي لانه الكلام كثير في الفيس وكذا، وقالوا انت شردتي وما شردتي، فاضطريت جيت. الكلام ده انا جيت من استراليا مشيت بدايه نهايه اربعه جيت في خمسه يعني شوف من خمسه وسته لحد 8/2015 انا كنت بعاني في قصتي انه امرق اغني دي ما قدرت، انا 8 شهور ما اشتغلتها. المهم محمد اخوي عندنا الفاتح ده شغل اخونا وصاحبنا ان شاء الله ربنا يديه العافيه، قاموا قالوا يا جماعه يلموا الناس دي يعني 22 نفر، ممكن يكون انا مشيت حفله فيها 22 بلاغ كثيره طبعا صح. المهم لموا الناس دي وقعدوا قالوا يا جماعه انصاف دي لو ما اشتغلت ما في حل يعني، انصاف دي ما عندها عمارات تبيع صح عشان تخلصكم، ولا عندها يعني ياهو قدر يعني قدر الحال زي ما بقول.
قعدنا بعد ذاك الناس دي قعدوا وانا ما قعدت معهم حقيقه. محمد اخوي ده مشى طلع دفتر غيرنا الشيكات مني انا عشان انا اقدر اشتغل وضمني محمد والفاتح ده عملنا الشيكات. في ناس ما غيروا ما كذب عليك, في ناس قالوا لا الانصاف دي قوتنا ونحن بنقيف معاه لحد ما مشكله انت, وهو كذب. الناس دي ماسكه الشيكات عشان كل حفله يعني يكون في بلاء هذا الضغط يعني ماسك لك الشيكات. ايوه المهم بعد ذاك جدولنا للناس دي, الناس الدار قروش كبيره خليناها شويه والناس الدارين قروش صغيره صغيره دي جدولنا لهم بالاسبوع 15 20 25 30 كده. يعني انا اقول بديت من شهر 11 15 11 ولا 10 11 لحد هسي دفعت 8 ولا 9 مليار. كيف يعني سبحان الله يا احمد رغم المشاكل والحاجات دي يعني اشتغلتها. يعني في اليوم انا بشتغل 3 حفلات, 3 حفلات دي بنطلع منها قروش العده سواء كانت دلوكه او فرقه, والباقي ده بكون مجدول للدين. وقفت الدين ذاته؟ لا لا وقفته طبعا ما بقدر تاني طبعا. يعني اي حفله اشتغلها بس تخيل انت واقف في مسرح بيكونوا ديل بتاع المباحث واقفين وبسوقوني يعني ما اكذب عليك. كم مره كده قبضوك؟ كتير يعني مثلا في المسرح كتير مره. انا قعدت اول حاجه قبضوني في القسم بتاع الدرجه الاولى اول مره وضربت كان لي زول والله ان شاء الله ربنا يديه العافيه احمد ده جاء كان ضمني في شيك يعني كتب الشيك والداول للشاكي وطلحت لانه قال لي صافي انت بلاغاتك كثيره في الوقت ده لو كنت يا احمد حقيقه انا اتقبضت كان بتبقى مشكله ما كنت بمرق ما في زول بيحل الدين ده طبعا الا انا اشتغل. فانا بديت اشتغل واسدد لحد هسه الحمد لله يعني اللي مشت لكن اقسام مشيت. قعدت في رمضان انا السنه اللي فاتت قعدت في الاوسط الخرطوم قعدت 9 يوم 9 يوم في الحرس 9 يوم في رمضان بعد ذاك طلعت في الحرس. يعني انا سمعت كلام قبل كده انه يعني انصاف هي في الحراسه يعني فكت ناس من جوا الحراسه هي قاعده في مشكلتها فكت لها ناس من جوا الحراسه. الكلام ده انت بتقوم تلاقيك مشكله مثلا يعني زول مشكلته بسيطه ب 1000 جنيه ده اللي تلقيته وانت مشكلتك ب 500 يعني 1000 جنيه حاجه بسيطه. انا بشوف انه زول يحل زول ب 500 ده يعني حتى معي واحده كانت حبشيه لما كنا كده طوالي في رمضان الدنيا رمضان يعني زول بيجي في 500 جنيه وكلام زي ده المفروض ما الزول يقول هي ذاته والله كان بتدفع يعني تقول لي انصاف صحيتي الزول دي تدار تمرق والله ده مسكين يعني 500 جنيه يقعد ليش؟ وال 500 اللي بيدفع له منه الزول بيجي يدفع له الزول 500 جنيه صح؟ صح. الوقفه معك كانت كيف طيب؟ الوقفه عموما بشكل عام كانت بالنسبه لك كيف؟ وقفه الناس معك؟ والله وقفه دي كثير ما اكذب عليك اقول لك الناس انا بلقي الزول يا احمد اتخذلت في الناس؟ اتخذلت في الناس اتخذلت فيهم في شنو مش قروش. انا قاعد اقول للناس يا جماعه ما الناس دي كلها ظروف لكن انت زول اخوي على الاقل ارفع التليفون يعني قول انصاف دي الحاصل على شنو ما في كلام زي ده ما في زول سأل ما أظن بدليل انه انا يعني بتصل انا ما قاعده في بيتنا طبعا هذا المشاكل ده حصلت لانه الناس بيجوا يعني ناس المباحث طوالي ماشيين وجايين بقيت صعب اطلع. تنقلت كثير مش؟ تنقلت يعني كثير في الخرطوم دي قعدت اغلبيتها مع اهلي مع صاحباتي كده فهمت فبسالهم اقول لهم مثلا فلانه دي يعني جات انا ما اقدر اذكر اسماء يعني لكن دي حقيقه بقول لهم والله ما في زول جانا فاولادي دي يعني هم ما كانوا محتاجين انه مثلا ياكلوا ولا يشربوا الناس الحال مستور لكن ما في سؤال في انت يعني الناس اللي كانوا بيجوا الانصاف زمان لما مشكلتي دي ما جو نهائي ما في اي زول جا يعني عانينا انا واولادي واخواتي كده شفت بلانا كانت حاجه صعبه يعني انا قدر ما احكي لك يا احمد انت ما بتتخيل نحن وصلنا وين لكن الحمد تأثير لله تاثير الملاحقات وامر القبض والى اخره على اولادك كانت تاثيرها كان والله صعب صعب شديد يعني انا لما تحصل لي مشكله يقبضوني في جسم اولادي اللي بقرب يموتوا كثير حصل كلام زي ده يعني حتى بقول لهم ما تجي انا حصلت لي مشكله كبيره شفتها في ليالي البروف ودي كان وقفت سنه يمكن انا ما مشيت ليه اول من بديت اغني في شهر 11 2015 امر قبض 2 في الحفله يعني واحد يا أقول اسمه واحد اسمه أبو بكر ما مشكلة بقول اسمه حرامي يا زاي واحد اسمه أبو بكر والله حقيقة واحد اسمه محمد جو الحفلة وتساغلوا ومشكلة ويعني مشكلة كانت قدر ما أقول لك المشكلة كانت قدر شنو أنت ما بتتخيل
بقدر مني أنا مبسوطة إنه أول حفلة أشتغلها، بقدر مني زعلت إنه ليه أنا جيت اشتغلت أصلا الحفلة دي. المهم بعد ذاك الناس قاعدوا معاهم كتبوا لون تاني شيء كان. بعدين والله يا أحمد أي زول داير مني قروش كذاب يقول القروش دي حقته كلها. اللي عنده 50 يكتب لي شيك ب 135 يعني 85 فوائد. اللي عنده مثلا أسي أنا في زول داير مني 400 830 ألف يكتب لي شيك ب 1.5 مليار. كده بشوفت ال 40 تلقاها 75 كلها الشيكات دي كده. بيع اصلا انا ما بيحت الكلام ده قلته كثير ما بيحت عربي اصلا ما بفهم في العربات ما بيحت سكر مضيت اتصال لكن انت بتجيب عربيه انت البايع ومعك المشتري انا بمضي بس ومرات بالتلفون يعني وكلت فلان بس بدون ورق بدون شيء بس كده الحاجات دي مشت شالوا القروش دي لكن انت انصاف ضحيه يعني انت حاسس انك يعني ناس ست في حته حاسس انك ضحيه ولا حاسس انك انت مستهتر كل زول من كده نتكلم بصراحه والله يكون ده استهتار مني صدق وكنت قلتني ما لعبوه ما لقوني زوله طيبه فهمت يعني اسي ما ممكن يا احمد انت تقوم تجيني قلت انا ما عارفه انا في البدايه خفت وقلت لك انا لو ما الخوف ما كنت بصل المرحله فهمت انا منزول يجيك انت من الله ما خلقك ما خشيت حراسه يعني صعب انه تخلي اولادك وتمشي المهم فكرت في حاجات كثيره انه اخلي اولادي دي البراي ما عارفه بيقوا شنو بيسهلوا لي الدين ده بطريقه انت ما بتتخيلها يا ناس يا استاذ الشهرين دي ما بتجي وش ايوه وسبحان الله الشهرين بتجي زايده زياده يعني مثلا لو لميت انا 20 انت داير مثلا 270 250 بتكون قاعده عشان اقوم اكتب لك انا شيء جديد بترجع ال 270 دي في حتتها ما بتندفع يعني ال 20 دي ما بتتحسب تجي الشهرين اكون تاني لميت بس كده شفتها اللي هو ده بالبلدي بيقول الكسر بس كسر اكسر خاطر بس ياهو كده بس الرجال اللي اشتغلوا معي كده بس نقضوني يعني ما خلوا ليش قدر ما اقول لك نحن ما بنملك اي شيء هسي يعني مثلا صار دي هسي مش انا بمشي اغني في اليوم 3 حفلات و4 حفلات القريش دي بتمشي للمدينه انا مصاريف عادي يعني حفلاتنا دي يعني كلها يعني هسه حاليا انت بتشتغلي انصاف حفلات والقروش للدين كلها بتمشي ايوه للدين نحن هسي الايجار ممكن انا مرات شهرين حقيقي ما بدفع حق ايجار ليه؟ عشان انا اقوم اسدد الدين، لانه اولادي تعبوا من قصه الحراسات وقصه ذاتك انت تمشي حفله دي هنا بتاع مباحث ودي هنا حتى لو مشيت القسم والناس اللي تخيلونا انه انا مستهبله وسرقت القروش دي على حسب فهم البلاغ. ايوه انا لما يجوا يتحروا معي انا اللي بكون ضحيه الناس دي اللي بقوم اقول انت انصاف ليه ساكته عليهم؟ طيب انا اعمل شنو؟ انا ما كده ساكته وقاعد اديكم انتوا ليه صروا على البلاغات؟ يتخيلوا انه انصاف دي طبعا نجمه وزوله مشهوره انه هسي انا اتقبضتها بمليار حيجي زول يدفع المليار دي فهمت؟ فكلام زي ده ما في. يعني انا قعدت 9 يوم كذاب لو قلت لك زول جا دفع قريش. ما في زول دفع. انت حاليا يعني انا براي بدفع. هسه طيب انت حاليا هسه يعني في بتعيشي حياه بتاع التقشف. اكيد طبعا الاسره ذاته واولادك المستوى بتاع الحياه هل هم قادرين يتفهموا الحاصل ده يعني واعيين للقصه دي؟ والله واعيين ليها. ما في حل لازم يفهموا ولازم يعني حاليا الدين الباقي كم كده؟ باقي 3 مليون 3 مليار اللي هي وماشيه فيها كيف في طريقتها؟ والله هو نفسي كده السداد حفلات وسداد حفلات وسداد انصاف طلعتي من الباب ده ومرقنا مشيتي بيتك وقعدتي جاك زول دارك ثاني ضمان؟ لا طبعا ما في انا حلفت حتى شيك ثاني ما دايره حقيقي والله الشيكات دي بتدخل الناس في مشاكل غايته ما عارفه يمكن الناس كلها تكون واعيه شويه لكن انا ما بفهم في كلام الشيكات وكلام السوق ده لكن والله العظيم اي زول يكتب شيك او يضمن زول غايته بتدخل نفسه في مشكله ما بيقدر يطلع منها بشفت مشكلتي دي يعني ده ضمان شوف الحاجه دي كانت قدر شنو وبقت قدر شنو عشمك في الناس بعد المشكله عشمك بينقطع في ولا وبعد الناس ان شاء الله ما تقطع قطع والله في يمكن في ناس دارين يساعدوا صار لكن ما قادرين يوصلوا لين صار لكن ما طيب ما قلت لي غايته ربنا يديك الصحه والعافيه وانت كمان يا رب